السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الكرام. كرة القدم هي لعبة مليئة بالمغامرة والإثارة، فمن الطبيعي أن نجد بعض المواقف الغريبة والمثيرة التي دائما ما تثير إعجاب الجماهير، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نثير إعجابكم بكثير من هذه المقاطع. هل أنتم جاهزون؟ ولكن قبل أن نبدأ أثبتوا حضوركم في التعليقات. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. آه يا فيني، أراد أن يلحق بالكرة ولكنها لحقت به خارج الخط. انظر إلى هذا الحارس الذكي كيف رمى بالكرة الثانية داخل الملعب حتى يستطيع أن يرجع إلى مرماه. يريد أن يراوغ ولكن يد المدافع كان لها رأي آخر. وهذا أراد أن يبعد الكرة ولكن الكرة أبعدته. وهذا بيراردو سيلفا يريد أن يلعب العرضية ولكنه فضل أن يرسلها للجماهير. لا تبصق على الأرض يا مبابي. في هذه اللقطة تحول الحكم إلى حارس مرمى بعد أن فقد توازنه ليعتذر للجميع. ضربة جزاء وتصدي من الحارس، ولكن انظر إلى هذا اللاعب الذي يكيد في الحكم. الظلم لا يكتمل سيد الحكم. وهذا بعد أن صعد على كتفي المدافع، استخدمه كحصان. درجن درجن درجن. يا هالاند، لن يسلم منك الجميع. وفي المرة الثانية يريد أن يحتفظ بالكرة على الخط، وللمرة الثالثة كما أنت مستفز يا هالاند. الآن هو يحصل على إشادة مشجعي السيتي. انظر إلى هذه العرضية البارعة، كيف تضيعها أيها المهاجم؟ انظر إلى لاعب فرنسا الذي يأكل أثناء محاضرة المدرب ليثير ضحك مبابي. نتشارك في الاحتفال سويا يا يامال، ولكن إلا أن نتشارك في الماء. انظر إلى هذا اللاعب وهو يمازح حارس الأمن. انظر إلى لاعب السيتي كيف نجح في خداعنا وكأنه يستحق ركلة جزاء، ولكنه لم يخدع الفار في النهاية. لا تنفعل يا وولكر، أنت تعرف أنها ليست مخالفة. انظر إلى احتفال لاعب المنتخب العراقي، ولكن الحكم يأتي ليعطيه الإنذار الثاني ويخرجه خارج الملعب. انظر كيف أضاع لاعب السيتي ركلة الجزاء بمنتهى السهولة وكأنه يمرن الحارس. انظر إلى لاعب الإنتر كيف مد يده في تلك المنطقة الخطيرة. حركة قذرة منك، لا يستدعي أبدا السخرية. انظر إلى هذه العرضية المثالية ثم الرأسية بالعرض، كيف تضيعها يا هالاند؟ لو أحضرت أخي الصغير لأحرزها. كيف تضيع هذه يا فيني؟ الآن المدافع أنقذ الموقف ولكنه زاده سوءا بعد ذلك. انظر كيف دفع نوير جامع الكرة الصغير، ويشرح الآن كيف دفعه نوير. يبدو أن نوير كان متحمسا. لاعب الأرسنال يحتفل بالتقاط الصور بدلا عن الصحافة، وفي الأخير يقول للصحفي أنه كان يتذكر الألقاب التي فاز بها ولم يلتقط أي صور. أسيست ولا أروع، كيف يضيع بهذه الطريقة؟ انظر إلى حارس المرمى الذي يحجز على الكرة لتخرج خارج الملعب، ولكنه مصمم على أخذ اللاعب أيضا معه خارج الملعب. لا لا، يبدو أنك مصمم على إيذاء الخصم. تحولت إلى حلبة مصارعة بين اللاعبين.
يا لجمال المراوغة، بالتأكيد هدف. يا إلهي، اصطدمت بالعارضة. يا لحسرة اللاعب. انظر إلى سعادة فينيسيوس أن الكرة خرجت لصالح الريال، والآن هو يستفز الخصم ولا يريد الإمساك بالكرة. لست سهلا أنت يا فينيسيوس. بعد إحراز ركلة جزاء، أخرج من شمكاره صورة زميله تعبيراً عن وفائه. لهذا تلعب الرياضة. شاهد هذا اللاعب كيف يدعي الإصابة، وبمنتهى السرعة قام وكأن شيئاً لم يكن، ثم يأتي زميله ليسقطه أرضاً لإضاعة الوقت، ويخرج له الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء. انظر إلى هذه اللقطة الطريفة، كيف يمازح اللاعب زميله في الفريق المنافس. وهذا أراد أن يضع الكرة بطريقة استعراضية، ولكن الحارس فهم اللعبة. نجحت في أخذ الكرة؟ وأنا أيضا نجحت في أخذ الشورت. ترى هل هي مقصودة أم لا؟ أخبرنا في التعليقات. انظر إلى بيكيه وهو يقص الشباك بعد استلام الميدالية. إذا عاندك الحظ في الأولى، لن يعاندك في الثانية، ولا أيضا في الثالثة. مستحيل، ما هذا النحس الكروي؟ ولكن إذا حاولت في الخامسة فلن تدخل أيضا، ولا في السادسة، ولا حتى في السابعة، ولا الثامنة، ولا التاسعة. شاهد كيف أضاع هذا اللاعب الانفرادة. لو أحضرنا جامع الكرات لأحرزها بمنتهى السهولة. انظر كيف خدعت الكرة لاريس حارسة توتنهام ودخلت الشباك. شاهد كيف يشاهد هؤلاء المباراة من فوق الشجرة. يبدو أنها مقاعد VIP مجانية. عندما يحالفك الحظ، لن يمنعك أحد من إحراز الهدف، ولكنه أرسل الكرة للجماهير. انظر إلى هذا اللاعب، قبل تحدي الثلج ورشح لاعبين أخيراً ليقوموا بهذا التحدي. كيف تحملتها يا رجل في هذه الأجواء الأوروبية؟ الحكم يشير الكرت الأصفر، ولكن اللاعب يطيح بالكرت من يد الحكم، وبالتأكيد سيتحصل على البطاقة الحمراء. تستحقها بكل تأكيد، ونرجو أن تكون تعلمت الدرس. وهذه هجمة لرحيم ستيرلينغ، ولكن يبدو أنه سدد الأرض بدلا من الكرة. هل يا ترى احتسب الحكم مخالفة؟ سنرى في اللقطة التالية. وبالفعل نجد هنا الحكم احتسب ركلة جزاء. بالتأكيد كانت هذه المباراة قبل ظهور الفار، وتسدد ركلة الجزاء للسيتي، وهدف مجاني. هنا نرى محمد صلاح يستعد لتنفيذ أول ركلة ترجيح أمام السنغال، وهنا جماهير السنغال تداعب صلاح بالليزر وتمنعه من إحراز الهدف. سنشاهد الآن صلاح يسدد ويضيع الكرة. يبدو أن الجماهير نجحت في خطتها، وهنا لحظة بكاء للجماهير المصرية. نجد هنا ساديو ماني يذهب لتنفيذ آخر ركلة ترجيح. إذا أدخلها سيتأهل منتخب السنغال لنهائيات كأس العالم. ليحرزها ساديو ماني ويتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم. فرحة جنونية مع الجماهير. انظر هنا عقلة لهالاند، ولكن الحكم تأخر في إطلاق الصافرة ولم يتيح الفرصة، مع أن لاعب السيتي كان منفردا وكاد ليحرز هدفا. غوارديولا سيخرج عن شعوره، ولاعب السيتي منفعل جدا.
إنه حكم مستفز للغاية. اهدأ يا هالاند، اهدأ. بالتأكيد هالاند مستفز للغاية، وهذا من حقه بصراحة. انظر إلى هذه الكرة التي كادت تدخل إلى المرمى لولا أن المدافع لحقها قبل أن تدخل بكامل استدارتها. وهنا رونالدو منفعل جدا على هذه الكرة ليرمي شارة القيادة ويغادر أرضية الملعب. انظر إلى هذا التدخل مع بوسكيتس. آه يا بوسكيتس يا خبيث. وبالفعل نجح بوسكيتس في خطته وتحصل اللاعب الخصم على الكارت الأحمر. هنا سقوط لديخية، يبدو أنه فقد توازنه ويبدو أن قدمه نزلت بالموضع الخطأ، ليستغل الفريق المنافس ويحرزها هدفا، ولكن الحكم يصفر صافرته. يا إلهي إنه احتسبها هدفا. انظر لهذا السقوط من اللاعب وكيف أنه يغمز بعينيه. هنا لقطة سقوط أحد اللاعبين ولكن الفريق الخصم أكمل الهجمة. يا إلهي إنه يكمل الهجمة، يريدون أن يحرزوها هدفا، وبالتأكيد أحرزوها هدفا، ليشتعل التدافع بين اللاعبين وتشتعل الأجواء خارج الملعب أيضا. وهنا الحكم يعطي فرصة للفريق الخصم أن يحرز هدفا دون أن يتعرض له أي لاعب من الفريق المنافس. أنت هنا عادل في هذه اللقطة أيها الحكم، حتى في هذه لا تريد أن تتركه وشأنه يا رجل. انظر إلى ليونيل ميسي وإحرازه لهذا الهدف بيده، يبدو أنك تشبه مارادونا في كل شيء يا ميسي. انظر لهذا التدخل مع لاعب الإنتر، ولكن لاعب السيتي أكمل المباراة بدون أي روح رياضية، ليأخذ الكرة دي بروين وفي الأخير تحرز هدفا. وهنا اشتباك بين اللاعبين. نرى هنا حارس المرمى يطمئن على اللاعب الخصم، ولكنهم لم يقدروا ذلك أبدا وأحرزها فيراتي هدفا. من حقك أن تحزن أيها اللاعب. انظر هنا إلى ديفيد لويز كيف استغل وقوعه ليقنع الحكم بالكارت الأحمر، وهنا بالفعل كارت أحمر. انظر إلى سواريز كيف يلقي نفسه في حمام السباحة لمجرد أن يدخل منطقة الجزاء. بارع أنت في هذا يا سواريز، معروفة بالتأكيد. ونيمار يذهب لتسديد الركلة ويضعها بكل براعة كالمعتاد. انظر لهذا الحارس الذي ألقى بكرة في الملعب حتى يتسنى له الرجوع إلى مرماه، ولكن اللاعب الخصم استفزته جدا هذه اللعبة من الحارس، ليشير الحكم الكارت الأصفر لكلا اللاعبين. انظر لهذا اللاعب الذي أراد أن يشتت الكرة ولكنه تعرض للإصابة في الأخير وخرج خارج الملعب، وعندما دخل الملعب يسقطه زميله أرضا ليكمل الإصابة، ويتحصل الآخر على بطاقة صفراء، ولكن الحكم فهم اللعبة وأشار له البطاقة الصفراء الثانية ثم الكارت الأحمر. انظر للحارس الذي يحفر في الأرض لكي يضع فخا للاعب الذي سوف يسدد ركلة الجزاء، ترى هل سينجح في فعلته؟ وبالتأكيد سقط اللاعب في الفخ ولم يستطع أن يسجل ركلة الجزاء. عمل موفق أيها الحارس. هنا نجد الحارس ضرب الأرض وهو يجري، تكون هذه الإصابة خطيرة جدا على الأنكل. سلامات أيها الحارس. يا إلهي صعبة جدا، ليذهب الحكم ويطمئن عليه. نجد الكرة خرجت لركلة مرمى والحارس يأخذ الكرة مسرعا لبناء الهجمة، ولكن اللاعب الخصم ينزل كرة أخرى في الملعب ليضيع الهجمة، وبالتأكيد سوف يتدخل الحكم ليشهر بطاقة صفراء للاعبين المتسببين في هذه المهزلة. سوف نشاهد الآن ركلة حرة ستسدد، ترى كيف ستلعب؟ ركزوا معي جيدا على ثقب الإبرة هذا، هل يستطيع اللاعب أن يحرز الكرة من هذا الثقب؟
سوف نرى. الآن نجد اللاعب يستعد ويحرزها بالتأكيد من الثقب الذي صنعوه. هدف تخطيطي هندسي رائع من اللاعب. نرى هنا عرقلة من خارج منطقة الجزاء، واللاعب انتظر حتى يتوغل داخل المنطقة ويسقط ليأخذ ركلة جزاء. العرقلة من الخارج والسقوط في الداخل، ليلعب لاعب نابولي الكرة ويتصدى لها حارس المرمى، ثم يتابعها لاعب نابولي في الشباك. انظر هنا، اللاعبون يتخطون منطقة الجزاء قبل أن تلعب الكرة. شاهدوا معي هنا، يبدو أن الكرة خرجت خارج الملعب، وهنا اللاعب يمسك الكرة ليعيدها إلى حارس المرمى، ولكن هنا الحكم الثاني يحتسبها ركلة جزاء لأنها لم تخرج بكامل استدارتها. هذا اللاعب ساذج جدا، ولكن لحسن حظ اللاعب الساذج صدها حارس المرمى لينقذه وينقذ الفريق بأكمله. نجد هنا المرمى فارغا، ولكن اللاعب وضعها في العارضة لترجع فرصة أخرى ويضيعها لاعب آخر. إذا كانت الكرة لا تريد أن تدخل فلن تدخل. انظر إلى لاعب البرتغال الذي تحصل على ركلة جزاء، ركلة جزاء صحيحة، وتحصل الخصم على بطاقة صفراء. وهنا نجد دون يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. لماذا تشاغب يا دون؟ نريد أن نحافظ على تركيزك حتى تستطيع أن تحرز الكرة. هل يا ترى سيحافظ رونالدو على تركيزه ويحرز الكرة بعد هذه اللقطة؟ نرى هنا رونالدو يستعد والحارس يرجع إلى خطه. رونالدو يسددها ويصدها الحارس. قلت لك يا رونالدو، لابد وأن تحافظ على تركيزك قبل تسديد ركلة الجزاء. انظر إلى هذا اللاعب الذكي، كيف استغل أن يلعب الكرة برأسه حتى يتسنى للحارس أن يمسكها. أعتقد أن هذه الحركة لن تأتي على خاطر أي مدافع، بالتأكيد إنه لاعب ذكي جدا. يا لك من ذكي أيها اللاعب. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.